الروائي الكبير الأستاذ هشام فيض. طبعا لنا كل الورق ده. ازيك يا عزيز؟ انا طبعا نادرا ما بحضر ندوات ولكن لكن عماد في الطرق هي اكبر راي كويس فيها وانا تملي بعمل لها بقلب بكي هي فعلا قلب بكي بتاعتي من شعرات كلها قلب الف مبروك وتبديل مستحق وبحيي المنصه الكريمه وحضوركم معانا وبس حاجتين صغيرين عايز اقولهم محمد طلعت سمعته من سنه وسمعته النهارده فرق كبير قوي حاجه جميله وهو بجد يعني هيكون صديق الشعر العاميه والحاجه الاخيره بس البنت الجميله اللي غنت هذا يا ريت يبقى صغير يا بابا يا ريت يهتم شويه انت لسه بدري بجد وبعد كده يطلع مصطفى طارق مصطفى كبير فعشان كده يا ريت تهتموا حضرتك ان انت ما تقدرش ندوات جديد ما تغنيش حتى في البيت جديد وتتابع مع جو اوبرا وكانت هي فعلا كانت اوبرا وبجد بجد موهبه ممتازه موهبه ممتازه يعني انا اول ما اشوف مره اشوف طفله تقدر تنظم نفسها وهي بتقول حاجه جميله بجد هي يعني وجدناها فياريت تتنبهوا الموضوع ده وما تخلوهاش تاخد ادوات كتير وتبدل ادوات كتير انتوا فرحانين بيها طبعا كلنا فرحانين بيها انا واحد بس عايز اسمعها كل يوم ولكن ما حافظنا على صوتها يا ريت تنقلها في بيتها وتتابع مع الاوبرا وتتدرب كويس عشان احبابها الصوتيه ما تبصش وتنزل.